مدارس القاهرة تحصد المراكز الأولى بمسابقة المشروعات القومية. وفي القاهرة حصدت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الاقتصاد المنزلي لمسابقتي أجمل قطعة فنية في المشروعات القومية وأجمل قطعة فنية لشهر رمضان المبارك. وأكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة مواكبة هذا الفوز للتطور وقدرة الطلاب على تحمل المسؤولية، مطالبا بالمزيد من التميز والتفوق.